مشاهدي قناة الشعب، قناة شفتها في، مرحبا بكم في البث المباشر العاجل المباشرة من مدينة المحمدية. كما شفنا ما عرفناش واش هذا الشيء في اخبار وزير الصحة ولا لا. هذا السيد هذا ولده تزاد عليه الحال في اليد ديالو، جا باش انه غادي يعالجو في مستشفى ديال الدولة كيف ما كتشوفوا، مستشفى مولاي عبد الله. ملي جا دخل الوليد ديالو مضروب في يده يعني باش انه يدير ليه الراديو، دخل قال لهم عطاهم الورقة ديال لامو، قال لهم انا عندي لامو. في الاخير تصدم، قالوا لي ان السيستم خاسر وخاصك تخلص 180 درهم. خويا العزيز السلام عليكم. عليكم السلام. اش وقع لك مع هاد الناس هادو خويا العزيز؟ واش قالوا لك؟ خويا عيطوا لي الدار، دري لي الدو دار، راه قالوا لي راه حنا في سبيطار مولاي عبد الله. هبطت عندهم سبيطار مولاي عبد الله، شفنا الطبيب، قال لك خصو يدير الراديو. مشينا باش يدير الراديو، قال لك خصك تخلص. قلت له علاش نخلص خويا؟ انا عندي امو، يعني امو ما نخلصوش، يعني بطبيعة الحال ما نخلصوش. قال لك لا ضروري ما تخلص، السيستم محبوس من الرباط. السيستم محبوس من الرباط. ولكن السيستم خاسر من الرباط، وانت مالك؟ يعني انت غادي تجيب غادي دير ولدك غادي تعالجو؟ قلت لهم الا كان السيستم ولا شي حاجه سجلوه، هاكو الرقم ديال لامو اللي عندي، سجلوه حتى الغدا ان شاء الله وديروا الاجراءات ديالكم. قال لك لا والو تخلص، حنا السيستم ديال امو محبوس من الرباط. يعني عاد بغينا نعرفوا دابا حنا واش امو هادي واش دابا نخدموا بها هنا في سبيطار مولاي عبد الله، يعني في سبيطار عمومي ولا لا؟ واخا ملي قلتي انك باش تتواصل مع شي مسؤول، اش قالت لك اخويا؟ والو، قلت لها عطيت، قلت لها انت، قلت لها صيفط لي شي مسؤول، قول لي شي مسؤول يجي عندنا باش يقول لنا شنو كاين، انت ديري معنا شي حل. يا ما كايناش كاع، كضحك ما كايناش هي كاع. ما اش نقول لك، لا اله الا الله محمد رسول الله. دابا انا مابقاش فيا الحال على الخوان. يعني قلتي 180 درهم ماكش خلصها، ولكن قلتي كيفاش مستشفى عمومي؟ عندي نخلص 180 درهم، ماشي ما نخلصهاش، خلصها. هي علاش انا عندي امو ومن حقي نستافد، من حقي نستافد، وكتقول لك لا السيستم محبوس. علاش محبوس السيستم؟ هادشي اللي بغينا نعرفوه. ولكن دابا الامو محبوس عليهم السيستم. دابا اسمح لي يا خويا، تخيل معايا ان واحد ما عندوش الفلوس، انت قلتي ان عندك الفلوس غدا غدي ولدك لبلاصه اخرى، واحد معول على الامو وعلى الله سبحانه وتعالى، اش غادي يدير؟ هادشي انا فين بقى في حال، وبغيت نوصل هذا الميساج هذا لوزير الصحه باش يشوف هذا السبيطار ديال مولاي عبد الله اشنو كيدور فيه، الاختلالات اللي كيدوروا هنا. شو وقع في مولاي عبد الله؟ اش يكون فيه اخويا؟ بزاف كيدخل كيضرك راسك، ما كاينش اللي يهضر معاك، ما كاينش اللي يستجوب معاك. لقينا خير في رجل الامن، لقينا فيه الخير، استجوب معنا وعطانا وقت والله يجازيه بخير. يعني الحمد لله عناصر الامن الوطني كيتعاملوا مزيان مع الناس الحمد لله. رجل مزيان طيب، ذكر معنا، عطانا وقت، حتى هو مسكين شاف، حتى هو ما عنده ما غيدير، حتى هو ما عندوش سلطه عليه. واخا واش ولدك تعالج بعدا داويتي ولدك؟ لا تعالج اخويا، دابا راه غنمشي ناخذ لي شي فانيد ديال الميكروب ديال الصداع. قالوا لي قال لك تخلص ولا دي ولدك؟ لا حول ولا قوة الا بالله. حتى الغدا ان شاء الله ندي شي كلينيك ولا شي حاجة فين ندير الراب. واش هاد الناس هادو ولاو كيفكروا في الفلوس اخويا العزيز؟ اخويا انت كتشوف اخويا انا كيبقى فيك الحالة. لا واش مابقاوش كيفكروا في صحة المواطن باش تشوف هاد الحالة هادي؟ المشكل هو اللي واقع اخويا دابا، ومستشفى ديال العموم، يعني عمومي. يعني مستشفى ديال الدولة، ديال الشعب. يعني الراديو ما غايديروش لك هو من عند ولا غديروا لك هي، يعني الراديو ديال الدوله. هادشي فلوس ديال الشعب بالعربيه تعرفت، هاد الماتيريال اللي مشري لداخل واللي كيديروا به الراديو وكيديروا به التخطيط، كلشي ديال الشعب ديالنا حنا، خصنا نستافدوا منه. وبخصوص عندنا امو، عندنا امو صاحب جلاله الله ينصره، وقال لك التغطيه الصحيه اجباريه على العموم. حنا درنا التغطيه الصحيه وتسجلنا و مسائل كل شيء هو هذاك، ولكن التنفيذ ما كاينش. ها هو هذا فيه التنفيذ، عطيني التنفيذ على يعني عندك لامو، عندك لامو تخلص 180 درهم، علاش حيت السيستم خاسر؟ السيستم خاسر، ما عرفت اخويا اش نقول. شنو دابا المغاربه عايشين في هذه المعاناه هذه اخويا العزيز؟ اخويا حسبي الله ونعم الوكيل. رسالتك لوزير الصحه اللي كان كيشوفك دابا اخويا العزيز، شنو تبغي تقول؟ تدخل ودير شي دوره هنا للمحمديه، وماشي المحمديه، سبيطار مولاي عبد الله، ميريز كوب نوروش 20 غش، دير واحد الطلا صاحبي ما فيها والو صاحبي، انت مسؤول، يعني خصك تقوم بالمسؤوليه ديالك اصاحبي. واخا سمعنا ان شي ناس دابا دازوا وقال لك ان الناس كيعاني، وقال لك انهم كيجوا كيدقوا البرا كيتعذبوا. بزاف اخويا اش غنقول لك، والله اخويا حتى بزاف، وهذا الشيء اش غنقول، والله راه كيشوف. الله يدير لكم شي تاول ديال الخير. هذه الدنيا دابا المشكله، حنا خصنا نتعاملوا بيناتنا، يعني حنا كمسلمين خصنا نتعاملوا بيناتنا، ابار هذا الشيء هذا خصنا نكونوا حنا نحنوا في بعضياتنا. كناش كنتي شتا تحن فيا وانا نحن فيك، وانا نبغي لك الخير وانت تبغي لي الخير، يعني ما كاينش هذا الاسلام، هذا ما بقاش اسلام. فالحمد لله حنا بلد، يعني بلد المؤازره وبلد التضامن. وراه هو المشكل. اش غدير دابا اخويا العزيز؟ اش غدير؟ اخويا غنمشي ناخذ لي شي فانيل ديال الصداع، نهمد عليه شويه. ندمتي حتى جيتي واقيلا؟ واش غنقول لك، جاي من الخدمه و
اش غنقول لك اخويا الى هنا كما سمعوا مشاهدينا الكرام ديال الواقعه اللي وقعت لهذا السيد هذا فالله يدير ليه الشهود ديال الخير. الى هنا مشاهدي قناه شعب قناه شوف تفاعل شفتوا بهذا القدر على ملقاكم باش مباشر اخر. شكرا والى اللقاء.